مساء الخير، اهلا بحضراتكم. معانا احنا النهارده انتم بتشوفونا على شاشه سي بي سي. نرحب بحضراتكم في هذه التغطيه تحت عنوان مصر تنتخب الرئيس. تعودنا مع بعض في الايام اللي فاتت ان احنا بنطلع على سي بي سي اكسترا. النهارده معاكم على سي بي سي لانه في حدث مختلف قليلا. جمهور سي بي سي اكسترا وجمهور سي بي سي شافوا على مدى ساعتين الجزء الاول من حوار مع المرشح السيد عبد الفتاح السيسي مرشح رئاسه الجمهوريه. وهذا الحوار سيستكمل غدا في زمن مماثل تقريبا للزمن اللي وزع فيه النهارده، لكي نستطيع ان نتعرف اكثر واكثر على المرشح عبد الفتاح السيسي. وزي ما هو كان بيقول في اجزاء من حواره انه يقدم نفسه للمصريين وانه بيطالب المصريين بالاختيار ليس فقط عبر عواطفهم ولكن عبر عقلهم. وكان بيحذر من الاختيارات اللي تمت في انتخابات سابقه سواء في مجلس الشعب ومجلس الشورى في عام 2012 نهاية 2011 او في انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2012 واللي كان تقديره ليها انها تمت عبر العاطفة. المرشح عبد الفتاح السيسي بيرى انه على الجمهور ان يفكر، ونحن الان في هذه التغطية التحليلية نحاول ان نخاطب العقل، نحاول ان نحلل معا ما قاله المرشح عبد الفتاح السيسي عبر ساعتين في الجزء الاول من حواره عشان نتعرف على ما قالوا وما لم يقل، واللي قالوا بأي طريقة، وكان ما وراء هذه الطريقة أو ما بداخلها أو تفاصيلها إيه. إحنا وعدناكم امبارح وقلنا ده وإحنا حنفي بعدنا إنه هذه الشاشة شاشة قنوات السي بي سي ستعطي كل من المرشحين قدر ما أعطت لأحدهم، كل واحد هياخد من الوقت والزمن والتغطية قد التاني بالظبط، لان احنا دورنا ان احنا نقدم المرشحين لحضراتكم وانتم تختاروا. الحياد والمساواه هي شرط رئيسي لتغطيتنا، ولذلك احنا امبارح عملنا زي ما شفتم حضراتكم اخذنا اجزاء من حوار الفريق المشير السيسي مع رجال الاعلام، ثم اكملنا بقيه الحلقه حول بروفايل او صوره للمرشح عبد الفتاح السيسي قبل حواره بيوم. هنعمل ده مع الاستاذ حمدي صباحي المرشح الرئاسي الثاني اللي هيكون له ايضا حوار مع سي بي سي هنذيعه على حضراتكم في حينه، لكن هياخد ايضا نفس الوقت في التغطية او في الحوار او في التحليل. في هذه الحلقه بنعود الى الاستوديو، معانا في هذا الاستوديو خبراء سيشاركونا ويقدمون لحضراتكم رؤيتهم لما قال المشير السيسي في حواره. بنسعد بوجود الدكتور حمدي عبد العظيم العميد السابق لاكاديميه السياسه الاداريه، اهلا بك حمدي، شكرا لحضرتك. ايضا دكتور استاذ الدكتور هاشم بحري استاذ الطب النفسي، اهلا بك يا دكتور. ومن زملائنا المشاركين في الفريق التحليلي لشبكه سي بي سي دكتور عامر هاشم ربيع نائب مدير مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه، اهلا بك دكتور عامر. والدكتور محمد مجاهد الزيات رئيس مركز دراسات الشرق الاوسط، اهلا دكتور محمد. دكتور حمدي انا هبدا بالسؤال العام. يعني انت حضرتك قاعد والزملاء كلهم قاعدين بيتابعوا بكل دقه كل ما قاله المشير عبد الفتاح السيسي في حواره في الجزء الاول، واحنا برضه بننبه الجمهور ان احنا ربما البعض منا كان ينتظر اشياء لم تقل اليوم لكن قد تقل غدا، ولذلك انا هتجاوز عن السؤال اللي جاي من المدرسه الفرنسويه اللي هو طب ايه اللي ما اتقالش؟ صحيح اللي ما اتقالش مش هقوله النهارده، يمكن بكره نطرح نفس السؤال ما الذي سكت عنه؟ النهارده احنا بنقول عن اللي اتقال. حضرتك تقييمك العام في اثناء هذا الحوار المشير عبد الفتاح السيسي المرشح لاعلى منصب تنفيذي في البلاد. النهارده كان في الجزء الاول على الاقل الرئيس من الحوار بيعمل حاجتين، الاولى بيقدم نفسه بيعرف مين هو عبد الفتاح السيسي من جوانب مختلفة، الجزء الثاني كان بيتكلم عن خلفيات في السنوات اللي مضت، الجزء الاخير من الحوار اللي هو يمكن كان ربع ساعة بدأ يتطرق للمستقبل. ففي الجزئين الاولانيين عبد الفتاح السيسي كما يقدم نفسه، عبد الفتاح السيسي كما يقدم ادواره او جزء منها في الثلاث سنوات اللي فاتت وخاصة ادان 30 يونيو واللي بعدها. تقييمك العام
لطريقه التقديم والمضمون اللي قالوا ايه في السياق ده؟ والله هو طبعا يعني كان بيؤكد على حقيقه ان هو ابن يعني هذا الشعب، وشعب نشا في حي شعبي وحي الجماليه، وده طبعا معروف بانه حي له طابع ديني طابع شرقي، وكان في مسجد يحضر فيه الشيخ الشعراوي، المسجد الاخر اللي اتكلم عليه برضه في الجماليه، وده يعني كان بيحاول يبين ان هو في اهتمام بالخلفيه الدينيه، وان الشعب المصري بطبعه شعب متدين والتدين الصحيح الى اخره. ثم الفتره بتاعه نكسه 67 لما هو قال انه كان سنه 70 في الثانويه، ثم دخل بقى المدرسه العسكريه على اساس ان هو كان يعني صدم مثل ما صدم باقي الناس فيما حدث من هزيمه في 67، وكان هناك اصرار على انه لابد من استعاده الكرامه المصريه وتحرير الارض. وطبعا هنا بيربط ما بين الشخصيه المصريه الاصيله من ناحيه النشاه والتكوين، والاصرار على الكرامه واستعاده حقيقه الشعب المصري القويه التي لا تقبل الهزيمه، واصرارها على الانتصار. ثم ايضا الحديث عن عبد الناصر، فهو بيؤكد في هذه الحاله انه يعني الرئيس عبد الناصر كان له مقومات غير عاديه بكل المقاييس في ذلك العصر اللي هو كان موجود فيه. وقال ان انا كنت اتمنى ان انا اصل الى ما وصل اليه عبد الناصر، بل قال هو حفر اسمه في قلوب المصريين جميعا وحتى خارج مصر ايضا. فده كان في البدايه بيؤكد على هذه الحقيقه. في نفس الوقت ايضا كان حريص على ان هو يعني اتكلم على الاسلام والمسلمين وتشويه الفكر الاسلامي والاساءة الى الانسانيات الموجودة في الفكر الاسلامي. حتى الاستاذ ابراهيم عيسى قال له انت بتقصد المسلمين؟ قال له لا، انسانية الاسلام، كان مصر على هذا التعبير. وبالتالي يعني هو يريد ان يقول ان هذه الجماعات وهذه الافكار وهذه الممارسات اساءت الى الاسلام كجانب انساني يهتم بالانسان ويعلي كرامة الانسان ولا ينزل به الى مستوى اقل من الادمية، او يلجأ الى العنف، يلجأ الى الارهاب، يلجأ الى الافكار والخزعبلات والاشياء التي لا يقبلها الفطرة السليمة بالنسبة لابناء الشعب المصري كشعب متدين. حديثه طبعا ايضا كان عن الفترة في القوات المسلحة كمؤسسة عسكرية منضبطة، وان هو تقلد جميع المناصب في 45 سنة في هذه المؤسسة، وانها يعني لا تعمل لصالح فرد معين ولا حاكم معين، وانما لصالح مصر، وبالتالي هي حريصة على الامن مصر والامن القومي لمصر، وتعمل عند الشعب المصري وليس عند النظام او عند زعيم معين. ودي طبعا حاجة مهمة جدا، انه هو ايضا عندما يعني يقدر له ان يكون رئيس لن يكون في مكانة تعطي له اوامر للجيش، او ان الجيش ينحاز الى شخص عبد الفتاح السيسي، وانما سينحاز الى مصر ومطالب الشعب المصري، وانه يبقى مسؤول عن الامن القومي بالنسبة لهذا الشعب. وانه قال في ادارة في القوات المسلحة، في علم، في استراتيجيات، في تفكير طويل المدى. المسألة ليست مجرد أشياء قد يظن البعض أنها حربية أو أوامر أو عسكرية فقط، وإنما هناك علم وهناك خبرات اكتسبها من خلال عمله الطويل في المخابرات وفي الأجهزة الأخرى التي شغلها، وبالتالي حصيلة هذه الأشياء كلها بتنعكس على تفكيره. يعني قال كل واحدة منهم بتضيف إلى شخصيته، فهذه الإضافة إلى الشخصية بتنعكس على اتخاذ القرار، واتخاذ القرار في هذه الحالة بيكون قرار مدروس ومحسوب بدقة، وليس بانفعال وليس بعصبية وليس لمصالح هدف أو هوى أو غرض معين، إنما لصالح الشعب المصري أساسا. ممتاز. طيب حل الدكتور زياد لحضرتك، وأنا هنا قدامي طبعا التعليق العام متروك لك، لكن هناك بعض الجمل استوقفتني في حديث المشير عبد الفتاح السيسي وفي ادائه، وان انا طبعا هرجع للدكتور هاشم في موضوع الاداء، اللي بعض في بعض الامور الحقيقه مرتبطه بموضوعات معينه كان بيبدو فيها شخصا اخر، لكن من ضمن هذه الموضوعات واللي هو الحقيقه بدا فيها يعني مثقل
ببعض الاحزان واستخدم عبارات بتقول ده، وانا عايز اعرف معناها حضرتك يعني كدارس للشؤون العسكريه. بنتكلم عن 67 لما قال ان مصر اتضربت وشفنا الشعب المصري مكسور الخاطر ومكسور النفس، كان بيتكلم بطريقه يعني فيها درجه من الحزن والشجن، وعقبها مباشره بكلام على الرئيس عبد الناصر لما ابراهيم عيسى بيساله انت معلق صوره عبد الناصر، قال لا ده عبد الناصر متعلق في قلوب الناس وحافر مكانه في وجدان الناس. واستكمل الكلام اللي الدكتور حمدي اشار اليه، انه يعني انا يا ريت ابقى في مكانه ما قريبه من ده. هل ده الثلاث موضوعات دول ليهم علاقه بالعسكريه المصريه وهزيمتها وهزيمه البلد كلها، ليهم علاقه بقائد وزعيم كبير جدا كان ايضا من اصول العسكريه، هل انت شايف بالاضافه لتعليقك العام انه الربط بين الامور دي في حديث المشير السيسي بيعكس رغبه حلم رجل من اصول عسكريه ان يكون في مكانه رجل كان من اصول عسكريه واصبح زعيما لهذا البلد وايضا لهذه الامه العربيه؟ يعني هو اسمح لي في البدايه بس اتكلم على التعليق عام على الحديث. ارجوك انا ده حريص عليه. يعني انا في اعتقادي انه رغم ان المشير السيسي اكد انه بيقدم نفسه، لكن كان حريص في تقديم نفسه على تاكيد على عدد من النقاط المهمه. يعني ارتباطه بالشعب درجه اساسيه، وتحدث عن حياته في الجماليه وطبيعه الشعب اللي كان موجود والروافد الدينيه التي استقاها في مرحله تكوينه الشبابي في هذه المنطقه، والحديث عن الاخلاقيات المتاحه في هذا المجتمع. ولا اعتقد انه بيطرح هذه الفكره بصوره يعني اعتقد انه بيطرحها بصوره مقصوده، لانه لما بينتقل بعد ذلك ويتحدث عن التيارات الدينيه والموجودين عاوز يؤكد ان انا بدات من مجتمع تربيت في مجتمع اصلا بيلتزم بالدين وبالاخلاقيات، فلا يزايد عليه احد في هذا المجال. النقطه الثانيه انه هو لما وضح عليه الاهتمام بالجانب الاخلاقي بصوره كبيره، وانعكست حتى في رؤيته للامور كحل المشاكل من خلال الاخلاقيات والجانب الاخلاقي. لكن تركيبته العسكريه وضحت عندما تحدث عن ضروره احترام القانون، وانه احترام القانون سيكون ضروره اساسيه خلال ممارساته التي تتم. يعني وضح ثلاث نقاط مهمه: التزامه الاخلاقي، الروافد الدينيه بالنسبه له، والتزامه باحترامه للقانون بصوره اساسيه. لكن لم يهتم بوجود ظهير سياسي مساند له، لانه ما زال مرتبطا باراده شعبيه استدعته وهو يؤكد عليها بصوره اساسيه. دي مكونات اساسيه في تقديم نفسه، وكان حريص على ان يقدم نفسه حتى ينتخبه الناس طبقا لهذا الاطار الذي حدده، حتى اذا اردنا ان نحاسبه بعد ذلك نحاسب على ما قدمه من اطار، ما سمعناه منه وليس ما سمعناه عنه. وده كان امر واضح جدا ومحدد، وطيب جدا ان يقدم بهذا الشكل. لكن فيما يتعلق بحديثه عن التركيبة العسكرية والتربية العسكرية، هو كان حريص أن يرد على بعض الاتهامات التي وجهت للقوات المسلحة بصفة عامة عندما تم محاولة التقليل من شأنها بالحديث عن استخدام لفظ العسكر، وهو لفظ كان قرين بالانقلابات العسكرية في أمريكا اللاتينية بالدرجة الأساسية. وأراد أن يقول أن المؤسسة العسكرية مؤسسة وطنية مصرية على مر التاريخ، وانحازت للدولة المصرية ولم تنحاز لرئيس بصورة واضحة. وأراد أن يقول بصورة غير مباشرة وهو يقدم نفسه أن القيادات العسكرية مؤهلة سياسيا واقتصاديا بصورة أساسية، وأن هناك دورات وتدريبات وشهادات عليا حصلت عليها هذه القيادات سواء في المؤسسات الموجودة في مصر أو خارجها. ولعل من قبيل التكرار أن الدورات التي تعقد في المؤسسات العسكرية المصرية تمنح، اعترف المجلس الأعلى للجامعات بأنها على درجات ماجستير ودكتوراه، يعني التدريب العسكري بهذا النحو. عندما نتكلم على موضوع 67 وانكسار الخاطر وانكسار النفس، أعتقد أن دي أكبر ضربة وجهت للمؤسسة العسكرية المصرية في تاريخها الحديث. يعني الحلم الذي كان مبنيا على بناء الدولة الوطنية المصرية والحصار الأجنبي الذي تم على ثورة 23 يوليو وعلى عبد الناصر بالتحديد خلال هذه الفترة، ومحاولة كسر الإرادة المصرية مثلا في كسر الجيش المصري في 67، أعتقد أن ده كانت ضربة مؤثرة جدا وعميقة للمؤسسة العسكرية المصرية ولطموحات بناء هذه الدولة. وعندما تحدث المشير السيسي أنه أن الشعب كان مكسور الخاطر، نعم
لان كان لدينا حلم، ولعل امثالي كنا شباب في هذه الفتره وعشناها، اشعرنا بان ما كان كنا نحلم به ضاع، وان هناك وهم كبير، او تخيلنا ان ما كان حلما اصبح وهما. ولكن القوات المسلحه تداركت كما تدارك السيسي باندماجه في المؤسسه وغيره بعد 67 ببناء الجيش على اسس حديثه مره اخرى، وبناها نفس الشخص عبد الناصر اللي حقق الطموح القومي لمصر، واللي حقق بناء اقتصاد وبناء اراده مصريه واضحه. ولعل هذه الحديث يؤكد لك انه محاوله حصار الاراده المصريه موجود منذ عبد الناصر حتى الان. وعندما يتحدث السيسي عن عبد الناصر يؤكد لك انه ايضا يتعرض لضغوط كما تعرض لها عبد الناصر، وان مصر تتعرض لحصار كما تعرض له عبد الناصر، وان مصر تتعرض لتحالفات اقليميه دوليه لمحاوله الاحاطه بالاراده المصريه. دكتور هاشم، انا هل لحضرتك على تعليقك العام على المرشح فتح السيسي في اداء الجمل اللي استخدمها، طريقه الاداء بتعكس اي حاله من حالات الحالات النفسية، بمعنى هل نحن امام شخص مستقر نفسيا امام الكاميرا، شخص خايف من مواجهة الجمهور، شخص واثق زيادة عن نفسه، شخص، وانا احط ملاحظة في المضمون انه ما فيش مرة واحدة تحدث فيها بضمير المتكلم باعتباره رئيسا، كان دائما بيسبقها لو قدر لي النجاح. هل بيعكس ايه؟ بيعكس خوف ولا ثقة؟ ولا بيعكس احترام للمصريين؟ بمعنى تقديرك للحاله النفسيه اللي ظهر بيها المشير فتحي السيسي امام الجمهور المصريين، كيف نضعها في اطار التحليل النفسي؟ هو احنا في اي تقييم بنقيم الشخصيه اللي هي سلوك الانسان. تمام. سلوك الانسان ده بيبدا من حاجتين كبار جدا عندنا اسمها التفكير والمشاعر. التفكير هو انك انت بتصيغ الافكار اللي عايز تتكلم فيها، فهو اتكلم في نقط الجيش، القيادة، الشعب، القانون، الإيمان بالله، التخطيط جوه الأمن والاستقرار والعالم الخارجي. هذه النقاط. التشتت اللي كان بيجي في الحديث من المذيعين، كان بيتكلم في حاجة يروح نطينه في حاجة تانية، يلفتوا نفذهم المذيعين. لا لا مش نفذهم، لا هو أصلا ده دورهم أصلا، هو لا التشتت لا غير كده. أنا مش موافق على إن أنا يعني أتكلم في نقطة فحد يوديني حتة تانية، ولذلك كان بيقولوا من فضلك استنى. يعني وعدها كتير. بعد كده حتى قال لهم يعني انتوا عايزين نتكلم ولا تتكلموا انتوا؟ فانا مش شايف ده الحكم الحرفه بقى. يعني النقطه دي اصلها بتخلي التسلسل الفكري بيتقطع وبيتشتت ده على مستوى الافكار. على مستوى الافكار. لكن كان نمسك بقى ناحيه المشاعر. كان رد الفعل بتاعه كويس ومحترم. فده معناه انه لما بيتضغط عليه او حد بيزنقه بيكون زي ما هو قال ان انا انسان محترم وبحترم اللي قدامي. وبالتالي هو دايما حتى لما كان بيقاطع كان بيرد باحترام. وجزء من الاحترام اللي حضرتك ذكرته دلوقتي هو انه بيتكلم على فكره انا لو. يعني ده جزء من ان هو بيتعامل مع الواقع بحرفيه. وبالتالي هو هنشوف فيه جزئين واقعيين شويه. اول حاجه انه بيستعمل قلم في مصر رخيص قوي. مش بيستعمل قلم حاجة فانتازيا يعني كده ومحترمة ويتليق برئيس الجمهورية المقبل، بقى راجل متواضع. قلم الإمضة القديم. يعني قلم بسيط خالص. النوع الحاجة التانية اللي كانت ملفتة ودي مدنية شوية، معرفش أنا في الحقيقة ما شفتهاش كتير في ظباط الجيش، اللي لابس خاتم. ده احنا لاحظنا ده امبارح، حاولنا يعني نرجع للصور القديمه اللي هو في الخدمه. فانا الحقيقه رجعت لها بعض الملاء يعني، فوجدنا ان هو بيرتديه منذ فتره حتى اثناء الخدمه. ودي نقطه لطيفه، يعني انا مش شايف انها عيبه. بالعكس هو فيها مزج ما بين انه اكون رجل جاد وفي نفس الوقت اكون مهتم بالحياه. ان انا اكون شكلي كويس وشكلي لطيف وفي نفس الوقت متواضع ان انا بمسك قلم رخيص. التعبيرات بتاعته في الحقيقه احنا عندنا دايما في لغه التواصل بينه وبين الشاشه اللي هو بينه وبين الناس بنتكلم زي ما كل الناس دلوقتي عرفت من كتر التعليقات على حاجه اسمها التواصل اللفظي وغير اللفظي. تمام. اللفظ اللي احنا بنتكلمه والغير اللفظي هو حركات الايدين والوش والكلام ده، ودي كانت جميله في الحقيقه انه كان بيتكلم بحسم وقت ما بيكون بيتكلم، زي ما قال مثلا هل تسمح بفكره الاخوان انما في الرئاسه بتاعتك؟ لا
لا دي صوت وايد يعني فيها الرساله لما تكون بتتكلم من الفم انك بتقول حاجه وبتعبر عنها بايدك كمان بتدي قوه وثقه في توصيل الرساله بطريقه كويسه. فهو كان طول الوقت في الحقيقه عمال بيتكلم وفي نفس الوقت كان الميزه عنده فيها النبرات الصوت دي اللي طالعه ونازله. يعني زي حضرتك اشرت بحته كنا هرجع لبعض المقاطع اللي في مقاطع مهمه اللي هي مثلا كسره الجيش والنفس والكلام ده. طبعا صوته نزل خالص لانه بيعبر عن الانكسار ما بيتكلمش عليها بنفس الحماس الاخر يعني. ففي الحقيقه انا شفته متوازن جدا في المشاعر بين التفكير والمشاعر. قبل ما اروح للدكتور عمرو هاشم في حاجه ليها دلاله نفسيه ما اعرفهاش. ايوه المشير السيسي في حديثه من اكثر مره بيستخدم ايده كده. ايوه هل ده في عندكم في دراساتكم له اي معاني يعني يعكس اي نوع من الشخصيه اللي قدامي؟ هل هو بيقرب من القلب؟ يعني انا مش قادر ما عنديش اي خلفيه اقدر اقولها. صحيح هي دي ليها حركه الايد على الجسم ليها حاجتين. حركه الاحتضان يعني انا صدري مفتوح للناس وقادر استوعب غير اللي يعمل كده. ده بيدافع عن نفسه مش عايز حد يقرب له. بيدافع لانه قافل اكنها مصد قافل على الناس. الحركه دي ان انا باخد الناس جوايا. ده المعنى الاول. ده المعنى الاول. يعني تبي يعبر؟ لا هو بيعبر فعلا عن نفسه ان هو محتضن ان هو بيستوعب الاخر. دكتور عمرو طبعا انت اكيد عندك علاقات عامه مهمه وهنسمعها. خلينا نسمع منك الاول من فيه بعض حاجه او حاجتين تفصيليتين ساعرف منك تعليقك العام على الحوار حتى الان. من حيث الشكل في بعض الامور يجب ان اتوقف عنها. عندها اولا احنا هنا بنتكلم عن لقاءات يعقدها المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في مع المثقفين مع الاعلاميين مع رجال الدين مع الرياضيين مقابل اهتمام المرشح الاخر بجولات ينزل الشارع ربما كل اسباب امنيه او حاجه زي كده يعني بغض النظر، لكن في شيء ما يبدو ان هو ناقص في هذه الحمله اللي هي مساله الجولات البيئيه اللي ممكن تتامن بشكل او باخر يعني. لكن الشعب المصري عامه بيحب التلاقي يعني بيحب الالتقاء بشكل مباشر. الحاجه الثانيه اللي يمكن تلمسها يا استاذ ضياء اللي هي متعلقه بالمباشر والتسجيل. بمعنى هل انت امام حديث مباشر ام حديث مسجل؟ نحن في للمره الثانيه في خلال 48 ساعه بنسمع تسجيل. هو امبارح هي ما كانش تسجيل، امبارح كان حوار خمس ساعات كم اقتطاع ساعه ونص منه. يعني ما كانش محدد. انا قصدي ما كانش مباشر. ما كانش معدل يعني ما جاش على الهواء بشكل مباشر. ما كانش معدل ما جاش على الهواء بشكل مباشر. هل المرشح الاخر انا اتوقع ذلك ولا احثه لكن اتوقع ذلك انه يسعى الى كسب اضناط انتخابيه حتى ولو هنا ورجاء هنا في السي بي سي والاون تي في ويسعى للقاء مباشر ربما يكون ذلك. الامر الاخر اللي احنا هنا بنتكلم على اصل حديث متكامل ولا حديث مجتزأ ممنتج؟ كان هذا تقصد بتاع النهارده بتاع امبارح؟ لا امبارح معلومه واحده كان خمس ساعات ما تم واحنا انتقدنا ده على الهواء لكن يبدو النهارده لا ده حديث كامل النهارده يبدو نص وده على فكره في اتجاه الاصلح او اتجاه الاصوب. صحيح انك تجد ان عايز تسمع الحديث كله مش عايز تسمع جزء منه او بتدي ايحاء دايما ان المونتاج ده اللي عملته الحمله فليه ان هو لتغطيه بعض المثالب. فده اللي انا شايفه ان احنا بنتكلم على جزء تاني من الحديث سيذاع غدا يبقى احنا بنتكلم على تكست كامل او نص كامل مقارنه بما حدث مع الاعلاميين بالامس. طبعا يمكن الدكتور هاشم اقدر مني للحديث عن هذا. تجد لوازم اثناء الحديث اصبحت لازمه عندما تتحدث عن عبد الفتاح السيسي تجد لازمه بمعنى بجد 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 فعلى طول في كل احاديثه السابقه تجد كلمه وهذا الحديث كلمه بجد موجوده. امبارح ان لم اكن مخطئ يمكن ربما دكتور هاشم يصلح لي او يقول المعنى مش يصلح لي يقول المعنى الجرافات كانت زرقاء والنهارده كانت زرقاء او لبن والنهارده كانت لبن. لا هو الحديث تم في انا بس انا هحلها لك انا ما بقولش ان بس انا هديك معلومه ايام الاعلاميين كانت لبني ودلوقتي كانت لبن هديك معلومه هل اللون هنا هديك معلومه المشير السيسي بيتكلم النهارده قال
الحمله الانتخابيه ابتدت امبارح بقى النهارده. فهو اللي واضح انه الحوار تم في نفس اليوم اللي تم فيه اللقاء مع الاعلاميين، وربما بعدها بساعه او باثنين كان لابس نفس اللبس. انت بتروح قناتين فضائيتين احيانا في وقت واحد، فاحيانا بعض الناس بيتحكموا على الواحد يقول لك يا ابو يا اخي غير البدله، طب يا اخي غير الجرافطه، يعني ده كان مهم. لكن هل هو الحمله اتوقع زي ملحوظه الحمله انهم كانوا وراءه انه عارفين ان مشير السيسي هيطلع مع الاعلاميين مصورين الحوار، هيطلع بعد كده يسجل الحوار مع السي بي سي ومع اون تي في، فعلى الاقل كانت الكرافته الكحلي قريبه ده مش طبيعته، هو ما بيهتمش بالشكل او يمكن هو شخصيه بس ده هو بيتكلم الحمله مش بيتكلم مش ناس كتيره بقى بالشكل، او بيحب اللون كلام رخيص والله، او بيحب اللون عشان كده بلبس كرافته ثلاث مرات، ايه المشكله؟ الامر الاخر ان لا في المره دي ورقه بيتكلم منها او يعني بيبص لها بيومي اليها بشكل او باخر من وقت لاخر، بيحاول قدر الامكان ان هو يستعد فيها. ان بدايه الحديث كان فيه نوع من الدبلوماسيه او نوع من وده مفهوم انه بيصبر غور يعني المحاورين بتوعه عشان لغايه ما يبدا يتلاقي معاهم على ارضيه واحده. انتهى بنوع من الحده احيانا او في النص ابتدت النبره فيها اكثر ثقه واكثر حديه. في رفض شويه لبعض الامور، تدخل في الحديث والمقاطعات، وده حصل يعني مش هو يهتم او عايز ان المذيع يكونش نشط سياسي او ما يكونش كل شويه يعقب على رايه، او انت تسال السؤال تاخد الاجابه، لكن ما فرد بشكل حاسم. انت عايزين تسمعه ولا عايزين هو الدكتور هاشم يمكن كان تفسيره ده مختلف عنك، انه بيقول ان هم مش قادر يكمل الفكر، في مقاطعه فمش عارف يكمل الفكر، او مش قادر يقول او مش عايز ان هو يقول كل شويه يقول له رايه او يفرض رايه عليه. انا اللي شفته كده مش عايز هو هو ما طرحوش رايه، هو كان بيسال اسئله، هم زملائنا سواء لميس او ابراهيم ما طرحوش اراء الناس، كانوا بيطرحوا اسئله، فهو كان يبدو انه في بيشعر في مقاطعه هتخرجه عن سياق الاجابه، خاصه لم يتوقف بعد. عشان كده كان بيقول انا قبل ما اجاوب على السؤال ده هرجع تاني للسؤال، هرجع تاني فبيستدرك نتيجه المقاطعه اللي فاتت. تمام بالظبط. الامر اللي يبدو الاخير ان هنا لما جه الكلام عن عبد الناصر كان قد يبدو للمستمع ان في امر سلبي، قد يبدو للمستمع ان في محاكاه لعبد الناصر، فيقول يعني بيامل ان هو يكون زيه. لكن وده امر مهم بقى، وانت على يقين باللي انا هقوله، لو استدعيت اول حديث لمبارك انت هتكون عبد الناصر ولا السادات؟ رد قال انا ليا شخصيتي المستقله، فاللي قال انا شخصيتي المستقله يبدو من حيث الشكل ان هو اكثر ايجابيه، لكن في الفعل وفي التصرف على ارض الواقع بدات الشخصيه المستقله لمده 30 سنه نوع من المسخ الرهيب مع كل يعني مش عارف لا. فربما ده لما يقول انا زي دي مش توحي بان بالمحاكاه اللي هو ملوش شخصيه يعني لا، لان اللي قال انا ليا شخصيه تبقى مع عمليه عظيم. احنا توقعنا عند يعني الجوله الاولى من تعليقاتنا، هنخرج الى فاصل نعود بعد مره اخرى ربما لاسئله اكثر تحديدا على نقاط اكثر تحديدا في مستوى التفكير زي ما قال الدكتور هاشم ومستوى المشاعر ايضا، لان المستويين فيهم ما يعلق عليه. نرجوكم ان تبقوا معنا ونعود مره اخرى الى مصر تنتخب الرئيس نستكمل تحليلنا للجزء الاول من حوار المشير عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي.